هذا هو الطريق الوطني رقم 5 الذي كان يربط شرق البلاد بغربها. لم تكن الجزائر تمتلك سوى هذه المنعرجات ومثل هذه الجسور. وفي ظرف زمني معين وحتمية اقتصادية ملحة، كان لابد لعصب التنمية هذا أن يجسد أكبر المشاريع الحيوية بالمنطقة، إنه طريق السيار شرق غرب. هذا المشروع العملاق وبتتبع مراحل إنجازه عن قرب هو تحد حقيقي لطبيعة قاسية معقدة، فتطلب بنى تحتية قاعدية وفنية ضخمة راوغت عوارض كل هذا المعطى الجغرافي الصعب على طول 400 كيلومتر من جسور وأنفاق ومحولات ومجار وغيرها. استحق فعلا أن يكون مشروع القرن بامتياز. الطريق السيار شرق غرب هو 12 نفقا شقت الإرادة فيه الجبال الرواسي. الطريق السيار شرق غرب هو 873 جسرا خطت قواعده عناد الطبيعة. تحد ليس بسهل الهين، جعل البلاد تكسب أهم رهانات التنمية في السنوات الأخيرة. محمد خالدي 20 سنة خبرة في المنشآت القاعدية الكبرى، عاش كل مراحل الإنجاز، مهمة قال إنها من أصعب المهام التقنية والفنية. النهار الأول يعني كي كنا رايحين نجزو طريق السيار في هذه الناحية هذه، شفناها تقدر تقول من المعجزات، كيفاش يعني نفوتو بوترافيسي كاع هذا التضاريس الصعبة. الجسر بصفة عامة يتكلف لنا حوالي 2 إلى 5 ملايير دينار للكيلومتر، والوقت حسب الصعوبات، كاين اللي نديروا فيه 6 شهور، كاين اللي نديروا فيه عام، كاين اللي نديروا فيه 24 شهر. وكان ما يكونوش جسور ضخمة لفيادوك ما نقدروش نجزو هذا الطريق هذا. وحتى تتضح جيدا الصورة النهائية لأي نفق، كان لابد من مناظر من علي. لو كان ما كانش الانفاق يعني الطريق يكون اطول ويكون جسور كبيره ويكون يعني السعر تاعو اكثر. التكاليف تاع الانفاق يتغير من نفق الى اخر على حساب التربه، ويتغير يعني الاخر تاعو من 8 ملايير دينار للكيلومتر الى 10 ملايير دينار للكيلومتر. لو كان ما كانش الاراده السياسيه والاراده الاقتصاديه للبلاد ما كناش نجزو هذا الطريق، وهذا بفضل المجهودات الجباره تاع رئيس الجمهوريه اللي كان دائما يتابع شخصيا في تسيير الاشغال لهذا المنشأ الكبير. الطريق السيار ومنشاته القاعديه الكبرى، ودون التفصيل في معطياته الاقتصاديه والتنمويه واراده سياسيه ايضا، قلصت كل هواجس السفر، الوقت، المال، الأمن وحوادث السير اليومية. هو طريق مليح ومختصر وفيه لي ستاسيون وآمن، لا سيكوريتي مؤمنة، بيسير حاجة مليحة. واش ليه هو لو كان ما كانش يا فهمت لكم الدنيا كلات بعضها، 7 ملايين تاع الطوموبيلات ورا عنده روحنا في لونسيون روت، لو كان كلات بعضها كاينين الناس يروحوا الجزائر يديروا 3 ساعة. الطريق السيارة اليوم يشق اتجاهه نحو الجنوب، ستكتمل الصورة ويكتمل معها الحلم قريباً.